بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. درس اليوم وهو كيف نعيش بسلام مع مرض السكري، la maladie du diabète. كيفاش نعيشو بسلام ونحن مرضى بلو ديابيت؟ ماذا نفعل؟ هنا سجلت لكم بعض الارشادات، درك نقراها لكم ظرف ونعدوها، احاول تعدوها بالكابتشور. رايحين نبدو برقم واحد، تقليل الوزن قدر الامكان. نحاولوا نقللوا من الوزن تاعنا قدر الامكان، ما نخلوش رواحنا نزيدوا في البوا. ثانيا، فحص الدم باستمرار. ثالثا، شرب المياه بكميات كافيه. رابعا، ممارسه الرياضه. خامسا، الاقلال من استهلاك ملح الطعام والسكر. تقليل استهلاك الدهون للحد الادنى. سابعا، الامتناع عن تناول صفرة البيض. ثامنا، التوقف عن التدخين. تاسعا، الابتعاد عن أي ضغوط نفسية أو توتر عصبي. عاشرا، فحص القدمين وتجنب أي إصابة بهما. الحادي عشر، التعود على تناول المشروبات بدون سكر. 12، المراجعة الدورية لعيادة السكري. درك رايحين نشرحوا لكم الارشادات هذه. واحد، تقليل الوزن قدر الامكان. تقليل الوزن قدر الامكان يعني نحاولوا ما نزيدوش في البوا. يكون عندنا ميزان في البيت، الميزان جينيرالمون اللي اوبليغاتوار في البيت نتاعنا، نوزنوا رواحنا باش ما نخلوش رواحنا نزيدوا في البوا. ثانيا، خطر زياده البوا راح يضرنا. ثانيا، فحص الدم باستمرار. لهنا ثانيا فحص الدم باستمرار يعني نعدو لاغليسيمي تاعنا سواء على لوبيتال، ولاش بي غليكي نعدوها ثانا على لوبيتال، ولا بالغليكوميتر يكون عندنا غليكوميتر في البيت نعدو باستمرار لاغليسيمي تاعنا على لا ميزون افيك لو غليكوميتر. ثالثا، شرب المياه بكميات كافيه. نحاولوا نشربوا المياه العاديه الطبيعيه بكميات كافيه. رابعا، ممارسة الرياضة. رابعا، نحاولوا نمارسوا رياضة، ما نبقوش قاعدين في السيارة ولا قاعدين في في السرير او قاعدين في المكتب نتاعنا وما نمارسوش رياضة وما نعملوش لا مارش ملاحة، ولا نعملوا رياضة في قاعة من القاعات، ويكون نتاع القاعة نديروا بينا بلي رانا مرضى، يعطينا رياضة خفيفة نعدلوها. وننصحكم هنا في ممارسة الرياضة المشي على الرجلين أو لامارش تريزيفيكاس باهية للجابيتيك. خامسا، الإقلال من استهلاك ملح الطعام والسكر. لهنا في الخامسة نيفيتو نيفيت السكر والملح، نحاولوا نقصوا الملح والسكر، باسكو الملح والسكر هما سبب لي مالادي سورتو ابري لا كارونتين. وبالنسبه للناس المرضى بالديابيت يحاولوا ينقصوا بالملح هذا والسكر، سواء قال لهم الطبيب ياكلوا دومي سيل نصف ملح، ولا دومي سكر، ولا يشربوا السكر من الصيدليه سبيسيال السكر هذاك وما يضرهمش. ونحاولوا لهنا وانا اكرير سا بور ايفيتي لوغمونطاسيون دو غليسيمي، نحاولوا نقصوا من السكر قدر الامكان والملح. سادسا، تقليل استهلاك الدهون للحد الادنى. في السادسه هنا نحاولوا نيفيتو ليدام، نحاولوا نيفيتو الدهان، نحاولوا نيفيتو الزبده، الدهون هذه نيفيتوها هذه الحد الادنى. سابعا، الامتناع عن تناول صفرة البيض لاجون دوف هذيك نحاولو نيفيتوها ما ناكلوهاش. ثامنا، التوقف عن التدخين. الناس اللي يدخنوا ولا يشربوا في الشيشة ولا في كذا، هذوما يحاولوا يحبسوا التدخين، خاطر التدخين مع السكر رايحين يعدونا دي كومبليكاسيون والعواقب تاعهم تكون ماهيش ملاحة. تاسعا، الابتعاد عن اي ضغوط نفسيه او توتر عصبي. لهنا نحاولوا البلاصه اللي فيها القلقه وفيها لونغواس وفيها ستريس نحاولوا نيفيتو لوندروا اللي فيه الشيء هذا كله نيفيتوه، او الشخص اللي يعد لنا ضغوط نفسيه او توتر عصبي نحاولوا نيفيتوه.
لأن المرض السكر ويزيدوا عليها ضغوطات نفسية وتوتر عصبي رايحة تهلك المريض هذا وتعدلو دي كومبليكاسيون. ديزيامون رقم 10، فحص القدمين وتجنب أي إصابة بهما. جينيرالمون رايحين نفيريفو لي بي تاعنا، لي بي تاعنا نشوفوهم كاش ما فيهم جرح صغير نداووه، ونحاولوا الصباط نلبسوا صباط شويه واسع لينا، وكاين جينيرالمون كاين دي شوسور سبيسيال يبيعوا فيهم في لي فارماسي، يقدر واحد يشريها اللي تري زيفيكاس وما يجرحش القدمين تاع الديابيتيك سواء بور انفون او ادولت، ودون تو لو سونس ميم بيه ولا بلا بيه لازمنا نفحصوا القدمين تاعنا، والكوبونغل كي نجيو نكبوا لي زونغل تاعنا نحاولوا ما نجرحوش لي دوا دي بي بور ايفيتي لي كومبليكاسيون، خاطر الديابيت ما الاجراح مع الديابيت ماهيش ملاحه، تقدر تنفيكتا وتعمل دي كومبليكاسيون، واوقات من الاوقات توصل حتى لومبيتاسيون، توصل حتى لومبيتاسيون، دونك لي بليسيور دو بريفيرونس اللي عنده بليسيور ديابيتيك يحاول في اقرب وقت يروح للطبيب ويفحص رجليه وما يعطيه ان تريتمون ويعطيه لو نيسيسير ويستحفظ من لي بليسيور. لي ديابيتيك جينيرالمون يحاول يستحفظ من لي بليسيور سوا دي ما سوا دي بي سوا في لو كور تاعو كامله. 11، التعود على تناول المشروبات بدون سكر. يحاول المريض الديابيتيك يشرب المشروبات بدون سكر. 12، المراجعة الدورية لعيادة السكري، استدير ماذا بنا المريض هذا اللي عنده الديابيت يحاول يعدل دي كونترول في لي كابيني ميديكو عن عيادات السكري جينيرالمون في شاك ولاية شاك كومون، يروح يعدل الكونترول تاعو افيك لا كارت تاعو ويشوفو لو ميديسان تريتون تاعو، لازم يعدل الكونترول تاعو، مش هو ممكن يبدل له دواء، ممكن يزيد له لا دوز بارابور لا غليسيمي تاعو، ممكن ينقص له لا دوز، ممكن يعطيه دي كونساي لو ميديسان تاعو. لو كونترول ميديكال سي اوبليغاتوار. هنا بالمناسبه رايحين ننصحوا الاولاد الصغار، ننصحوا الامهات اللي عندهم الاولاد اللي عندهم لا مرضي هذه دو ديابيت مرض السكري، انهم يحاولوا يبعدوا الشيبس على الاولاد الصغار، يحاولوا يبعدوا لي بونبون الحلوه على الاولاد الصغار، السكريات يحاولوا يبعدوا على الاولاد الصغار، الجو اوسي يحاولوا يبعدوا السكريات على الاولاد الصغار، ويحاولوا ثانا الدراهم ثانا يحاولوا يسيرفيو لولدهم وندا الدراهم نتاعو، ممكن راهو يشري حتى بالدرقه باسكو راهو صغير يقدر يروح للحوانت ويشري شيبس يسخف كيما صحابو ولا دي بامبو ياكلهم بالدرقه ولا كذا، لازم الامهات ولا الاباء يحاولوا يسيرفيو الاولاد تاعهم. كذلك لازم الاولاد الصغار يعطوا الرياضه، كذلك يعطوا الرياضه ويحاولوا يفيتوا المناضه، حتى المناضه رايحه تعدل فيها السكريات وتعدل لنا دي كومبليكاسيون ورايحه تطلع نسبه السكر في الدم. بالمناسبه نتمنى الشفاء للمرضى، وتحية كبيرة المرض لي مالاد ديابيتيك، تحية ليهم ونتمنى لهم الشفاء العاجل. الدرس هذا راني بريباريتو وحاولت نعدو درس صغير، هذا الطلبة وللناس كلها، للناس كلها اللي نشكر جزيل الشكر الناس اللي دعموا في القناة، ولا تنسونا بجام والكومنتار والبرتاج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.